ننتقل الآن إلى مزاد الرسم. مزاد الرسم وأنا تحدثت أنها فكرة استثنائية تظهر المواهب الموجودة في محافظة المهرة والمتميزة في هذا المجال. طبعا أشكر الكل من أمس شجع المواهب. أمس شراء اللوحات هو تشجيعا لهذه المواهب الفنية، فتحية للداعمين بشراء هذه اللوحات، وتحية للمواهب من الطالبات. أسمع أقوى تحية. اليوم معنا أول لوحة مميزة. هتقولوا ليش مميزة؟ لأن اللي رسمت اللوحة من صاحبات الهمم، طالبة معاقة، ورسمت أكرمكم الله برجلها. شوفوا الرسمة واحكموا. يا أستاذ خالد، في واحد قال قبل ما أشوف الرسمة، أنا أعرف هذه الرسامة، قال أيوه، والرسمة أعطيها 30,000 يمني. قال قبل ما أشوف الرسمة، هذه الرسامة معروفة، الناشط أبو محمد يسول. تحية لمحمد. يلا يلا أنا أشوف أبو محمد. أنا عاد أنزل عند الناس أشوف منو. ها، أنتوا شوفوا الرسمة وكم تعطوها إبداع. تعال 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 تعال. أيوة الآن تعال. موجود همس؟ اسمها؟ نعم، فاطمة عبد الخالق. نعم، فاطمة عبد الخالق. ها، 50 تمام، 60 طلال. هذا دعم لهذه الموهبة الجميلة والرائعة، وهن يستحقين طبعا التشجيع، من باب التشجيع فقط، من باب التشجيع. وكذلك الموهبة تستاهل، الموهبة تستاهل. نعم، الموهبة تستاهل. رجل الأعمال الشيخ طارق، الشيخ طارق بن محمد بن زايد، قال 50 ريال عماني دعم فوق سعر المزاد. يا سلام للرسام، بدون اللوحه يعني يسوي مزاد على اللوحه الحين. ايوه، اي، ولو وصلت مليون ما عنده اي مشكله، زياده فوق السعر 50 ريال عماني من رجل الاعمال طارق محمد زايد. يا سلام، تحيه تحيه. ها الدكتور، الدكتور طارق، حياك، اهلا وسهلا، شرفتنا، واهلا وسهلا بك، حياك الله، الله يحفظك. يلا هتحمي مزاد ولا نقفله ونطلع؟ روح المزاد. ها، هذيك تشجيعا تشجيعا، لان طبعا البنات الموهوبات يعني تحسسين من كلمات دعم، انه مش دعم، دعم بس في ايش؟ تشجيع لهذه الموهبه باللوحه هذه. وصل كم اخر؟ 60,000. 100,000 الشيخ صبري. 100,000. 100,000 ريال. ها، 150. من انا باجي لا عندك، باجي لا عندك. ايوه، ماشي، واحد يصرح لي وانا بقى. من هو؟ محمد ابو مشعل بن ناجي. كم؟ 150,000. 150,000. 150,000. 150,000. مئتين ألف. من؟ عود. عون. 200,000 عون. ها؟ عون السيعري. 200,000 ريال. ها؟ من؟ المفاجأة، شيخ باداس، 500,000 ريال. والله كفو، 500,000 ريال، وأنا أقول يستاهل اللوحة. ها، 600,000. 700,000. 700. مليون ريال. مليون ريال. تحية تحية. مليون ريال. الشيخ محمد بن ناجي، مليون ريال. مليون ومية. مليون ومية. مليون ومية. طبعا في لوحات كثيرة، في لوحات كثيرة. باقي معنا 5 لوحات، لا تكملوا الفلوس والدراهم.
ايوه واللوحات باقيه. لا يتحسسين البنات، ها تستاهل، يستاهل مليون ومية هذه اللوحة. تعال اطلع المنصة. محمد رجيب، يا مرحبا، يا حي وسهلا. يا محمد، يا اهلا وسهلا، كيف حالك؟ عساك بخير. بخير الحمد لله. كيف امورك ان شاء الله؟ بخير الحمد لله. واخبار؟ اخبار خير وعافية. يا مرحبا مليون. المصور هذه اللوحة للرسامة المبدعة فاطمة عبد الخالق، تستاهل مليون مية تشجيعا. وتم شراء هذه اللوحة من طبعًا الشيخ. نعم طبعا الرسمة تستاهل وفيها جهد، والشيخ باداس محمد صالح باداس أعطى مبلغ مليون ومية ألف ريال ومية، واللوحة تستاهل. فتحية لصاحبة اللوحة وللشيخ كذلك. تستاهل يا شيخ. محمد نجيب، شوف الشيخ محمد نجيب. اعطوني اللوحة الثانية. محمد نجيب، الرسمة القادمة، الرسمة القادمة للرسامة المبدعة عوالي وليد السليمي. تحية تحية للرسامة. اسم اللوحة بوارق العز. نشوف بوارق العز، نشوف بوارق العز. واحد، أنا شي صوت. واحد، ثلاثة. تحية تحية للرسامة. مئة ألف، مئة ألف لا أبو محمد، أبو محمد، أبو محمد. 150 عند الصيعري، عند الصيعري 150، عون الصيعري. 200 ألف أبو محمد يسهول. طيب يا شباب لو سمحتوا بنوقف الآن، مزاد اللي يعني وقفوا رجاء، تقفون تقفون تجلسوا لو سمحتوا. شوفوا المهرجان بيمشي تمام في الفل، لا تخربوه وتعصدوه في الى الان امورنا تمام، امورنا طيبه، امورنا طيبه. يلا طيب الله حالكم. تحيه للواقفين علشان يجلسوا، تحيه للواقفين علشان يجلسوا. انا داري انه بيفهمونا. قعدوا قعدوا بارك الله فيكم. ايوه اجلس اخي محمد. ها عند ابو محمد 200 الف، 250. ننزل 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 عند الصيعري 250. تعال وراي. 300. من 300؟ من؟ ابراهيم الحريزي. ابراهيم الحريزي 300 ألف ريال. ها 310 ألف. الصيعري، الصيعري 310. من الحريزي؟ ابراهيم الحريزي كم؟ 340، 340 الف ريال، 340. ابراهيم الحريزي. شباب اللوحة تستاهل، اللوحة تستاهل. ها 350 الصيعري، 350 ألف، 350 ألف. اللوحة تستاهل والصيعري يستاهل. من بيخطفها من الصيعري؟ من؟ إبراهيم الحريزي 360 ألف. شلها عليك، خذها يا صيعري، يا صيعري، يا صيعري. فين الصيعري؟ إبراهيم الحريزي أخذها عليك. 360،
370. السلام عليكم. ام سلام هلا خشمك يا الاخو حياك الله. شرفت. الله يحفظك. كله عشان نشوفك طلبك ودعم لل الله البنات ذول الصغار. والله يستاهلوا. يستاهلوا كل خير. 370 الشيخ ابراهيم ال عون السيعري 370 يستاهل يستاهل يستاهل. ما حد بياخذها عليه. ها لحظه 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 ابراهيم 380 ابراهيم يستاهل ابراهيم عون 380 قال انا احكم بينكم 300 اخذها 300 400 400 400 يلا توكل 400 عون السيعري 400 عون السيعري ابراهيم ابراهيم 400 يستاهل والله عون السيعري يسمع يستاهل احلى تحيه تفضل طبعا للانصاف للانصاف والله انا زرت الكثير من المتاحف فيها الكثير من الرسوم الرسومات سواء لرسامين يعني ايطاليين اتراك وغيرهم والله العظيم ان بناتنا مبدعات والله هذه مش مجامله والرسمات جميله جدا وقليل في حقهم ويستحقوا منا التحيه تحيه لوحات بوارق العز والله الرسامه مبدعه جدا عوالي وليد عوالي وليد السليمي سليمي يلا الشهر يعون الله يحفظك شكرا لك محمد نجيب محمد نجيب لا حياة لمن تنادي اللوحة الثالثة أكرم طبعا هذه اللوحة للرسامة جواهر سالم عرفة اسم اللوحة عبق الماضي الله والتسمية تحية للرسامة تحية تستاهل نشوف نشوف نعد نعد لحظة لحظة في 50,000 وما قد شافوها بوسعد بوسعد بالاسم اشترى اللوحة بالاسم ما يعرف الرسامة شاعرنا الجميل والرائع تمام سعد كدة 50,000 ريال وما قد شاف اللوحة من الاسم فقط تحية 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 نشوف اللوحة الأمور طيبة قعدوا قعدوا الأمور طيبة الأمور طيبة الأمور طيبة نشوف اللوحة يا شباب اجلسوا يا نشوف شباب اللوحة نشوف اللوحة نشوف اللوحة الأمور طيبة إن شاء الله الأمور طيبة الأمور طيبة ولا في شيء واحد اثنين ثلاثة هذه هي اللوحة تحية للوحة وصاحبة اللوحة طبعا اللوحة بدأ بها الشاعر القدير تمام سعد كده أبو سعد بخمسين ألف 50,000 ريال ما يزيد كم تستاهل اللوحة 70,000 يمني ولا سعودي طلال 70,000 عند طلال من 70,000 عند الشاعر طلال 100,000 أنا أنزل 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 تعال تعال وراي تعال 100,000 من حياك الله شيخ عبد الرحمن الجنيبي عبد الرحيم الجنيبي 100,000 ريال 100,000 ريال من تمام كم 150 تمام تمام بالنيمر 150,000 ريال اللوحة تستحق وريهم خليهم يناظروها ناظروا اللوحة
ها 150 تمام بالنمر 170 الشيخ عبد الرحيم الجنيبي 170 ألف ريال 170 ألف ريال الشيخ عبد الرحيم الجنيبي 170 ألف ريال ها شباب يستاهل الجنيبي يستاهل ها 180 تمام بن نيمر 180 180 من هو هذا عدي مراد تعال يا عدي هذا عدي بن مراد الله يبارك فيه يا عدي ما شاء الله تبارك الله 200 ألف ريال ها 200 ألف عدي بن مراد بن السنح 200 ألف ريال تحية لمراد يستاهل يستاهل مراد تعال يا مراد عدي مراد تعال تحية لعدي تحية يلا 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 بسم الله عدي ما شاء الله تبارك الله هذا ولده ما شاء الله الأب أمس اشترى الأب اشترى أمس لوحة من أم علي في تدخل أم علي دخلت الآن في هذه اللحظة وقالت بتشتريها ب 400 ألف ريال 410 410 عدي قد طلع أم علي 500 500 ألف أم علي 600 ألف 600 ألف عدي قد طلع عدي قد طلع 600 عدي قد طلع 600 ألف أم علي يستاهل عدي ها 700 ألف ريال 800 عدي قد طلع 800 ألف ريال 800 800 ألف ريال خليه متبرد عج يا طلال لا تقطع الرزق 900 عند الأخت أم علي 900 ألف ريال 900 900 عند الأخت أم علي 900 ألف مليون أين التحية؟ يستاهل عدي مليون ريال تحية تحية يستاهل عدي افتح لنا الصوت يا نشوان مليون ريال مليون ريال يستاهل يستاهل عدي خلاص يستاهل 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 قالت يستاهل 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 تحية لعدي عدي يستاهل اللوحة بمليون ريال عدي قد طلع وما نزل إلا باللوحة والنعم فيكم والله والنعم فيكم والله يحفظك ويعافيك صورتوا يا شباب اربع رسمات وحبقت هاي في بنت ضايعه معانا لوحه تعالي معانا طبعا مش لوحه مش لوحه مش لوحه مش لوحه ما شاء الله تبارك الله معانا بنت ضايعه اسمك شذا ها شذا النسوان لي منعكن كل واحده تمسك بنتها الله ولابنها وعيالها شذا من شذا جميل شذا جميل
شذا جميل، شذا جميل. خليها عندك هنا لما يشوفوها عيجوا. اللوحة الرسامة ماريا طارق. الرسامة اللوحة ماريا طارق. ماريا طارق كلشات. ويبقى تراثنا إرثنا الذي نتفاخر به أمام العالم. يا سلام. طلال 100,000 وما قد شاف اللوحة. من الكلام. ويبقى تراثنا إرثنا الذي نتفاخر به أمام العالم. 200 أبو محمد السول بس شافها. 200 أبو محمد السول من الكلام بس. نشوف اللوحة. واحد. أنا شي صوت. واحد. ثلاثة. الرسامة ماريا طارق كلشات، تحية لها، تستاهل. أبو محمد 200,000 ريال. أبو محمد السول 200,000. ها في صوت من هناك يا استاذ خالد. انزل لكم، تعبتوني طلعه نزله. يلا بسم الله. شيخ عبد الرحيم خلاص. خلاص من الشيخ هادي الحريزي 300,000 ريال وقرحت جو يا ابو محمد. هات اللوحة. هات يا حسن. وخمسين عند ابو محمد السهول. 350 عند ابو محمد السهول. 350. قرب اللوحة يا ابني، تعال. ها الشيخ عماد الحوصلي. ها 400. من الشيخ ياسر صمودة 400,000 ريال. 400,000 ريال تستاهل اللوحة. ويستاهلها الشيخ. الشيخ ياسر 400,000. لحظة في هنا. لحظة 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 لحظة. الحريزي. كم؟ هادي الحريزي قال 500,000 ريال. نص مليون ريال. نص مليون. شيخ هادي الحريزي نص مليون ريال. الأخوات ما فيش إلا أم علي. أيني أم علي؟ أيني أم علي؟ أم علي فيني؟ يلا أم علي. ها وين هي؟ وين أم علي؟ علي ما فيش، روحت. ها الأخوات 400,000. الشيخ هادي الحريزي 500,000 صح، نص مليون. مدري مالي بنقص. الأخوات ولا ريال ولا ريال. هذا كان يستاهل الشيخ هادي؟ يستاهل 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 الشيخ هادي. وتفضل معنا. تحية يا شباب. أيوة نشوان. دشنا العز والساس ماكن جود وشهامة، حيث الزين يوجد وساكن في خير المدن والأماكن. دشنا العز والساس ماكن جود وشهامة. هذا تحدي والله. مركبة؟ المفروض الأزدم تزايني. تستاهل. الله يفتح عليك ويعافي. شكرا لك. صورة بس. ننتقل الآن من جو الرسم والرسومات إلى جو الخط ومجال الخط. معنا لوحة مكتوب، وآخر واحدة هذه مكتوب فيها وأفوض أمري إلى الله.
100,000 ومحمد على طول اول بدايه. 100,000 للخطاطه رغد طلال. ممكن توريهم روح شوف اللوحه. 100,000 يا استاذ خالد. 100,000 ابو محمد يسول. ها هذه اخر لوحه نختم بها. تعال ورايا يا باشا. من الشيخ؟ من خالد يسول؟ كم؟ 200,000 ريال. 250. سالم سعيد محفوظ. ها 250. الشيخ عبد الرحيم 300. الشيخ عبد الرحيم 300,000 ريال. 300,000 ريال. طلال ها 300. يستاهل الشيخ؟ يستاهل الشيخ عبد الرحيم الجنابي. مبروك عليك هذه اللوحة المميزة. تحية كبيرة. تفضلوا معنا يا شيخ. شن العز والساس ماكن جود وشهامة حيث الزين يوجد وساكن في خير المدن والأماكن. شن شكرا لكم وبيض الله وجيهكم وشكرا لك يا شيخنا الحاضر. الله يحفظك وفوق العين فوق الراس. كما لا ننسى ان نشكر الرسامات والمشاركات. تحيه لهم والله يستحقوا كل التقدير. شكرا لك يا استاذ خالد. الله يحفظك ويبارك فيك. جود تشكر عليها. طبعا من المميز الشيء المميز في المهره صراحه اني تفاجات بمذيع متمكن، مذيع جميل ورائع. شعرت بالفخر والاعتزاز أني شاركت معه الأخ الجميل المذيع. بقدر ما تحبوا أسمع التحية، تحية لهذا المذيع من أبناء محافظة المهرة. الله يسعدك يا والله يعني نموذج يشرف أبناء المهرة في الجانب الاعلامي. شكرا لك اخي محمد. حوزتنا والله. الله يحفظك. الله لا والله ما يجاملك. انت استاذنا القدير. الله يحفظك. الله يحفظك وبارك. الله ولنا الشرف والله. نفعل سحوبات شويه؟ نفعل سحوبات. هات لنا السحوبات بسرعه يا شباب. شباب الان جوائز للجمهور. شفتوا جوائز ولا لا؟ شو جوائز؟ طبعا ما زال العرض ساري والعروض التي ذكرها البش مهندس رمزي المصعبي بالنسبة للتخفيضات في أسعار الشقق والفلل والأراضي سارية المفعول وتمديد مدة الأقساط وسعر الكاش بدون فوائد. طبعا نفس سعر التقسيط بدون فوائد. وطبعا هناك تخفيض اليوم تم توجيه بإنزال أو بتخفيض في سعر الشاليهات الجميلة الرائعة هذه اللي بتشوفوها أمامكم. يعني مكان جميل ورائع. تم تخفيض سعر الشاليهات. نسحب ادونا طفلة ولا طفل صغير. تعال يا بابا يلا. من هنا يا بابا من هنا. طبعا بنسحب على شاليه ليلة مجانية في هذه الشاليهات الرائعة الجميلة في هذا المكان الرائع في مدينة المارينا العقارية والسياحية والترفيهية. يلا اها تعالي. ايوه اسمك يا بابا؟ اسمي اخلاص. اخلاص من؟ اخلاص صالح. الله نسال الله الاخلاص حبيبتي. ها هذه الجائزه تقولوا من نصيب يمين ولا شمال؟
هنا ولا هنا؟ أقول للأسف، ما أقولش للأسف، ما حد تبرع من عندهم. رقم الكوبون 2742 علياء محمد عمر محمد، موجودة؟ شاليه مجانا. علياء محمد عمر محمد موجودة؟ إذا مش موجودة نسحب. ما في؟ ما فيش. عندكم 0114 سالم عبد الله سالم، موجود؟ سالم سلمك الله من كل شر، مش موجود؟ سالم عبد الله سالم، سالم عبد الله سالم من؟ ما بلا هذا يسهل، يسهل ولا لا؟ لا لا ما بش يسهل، حاول. 0114 رقم الكوبون، موجود؟ موجود؟ أبوه موجود، أبوه موجود. يا أستاذ خالد ينفع أبوه؟ الوالد موجود شوفوا. فين؟ ضروري الكوبون معاه. سالم موجود، فعلا موجود، تحية لسالم. تعال يا سالم تعال. أعطنا الكيبون. أيوة نعم. الاسم اسمك الكريم؟ سالم عبد الله سالم. من وين يا سالم؟ من الغيظة. من أين؟ الغيظة. من الغيظة، تحية للغيظة وأهل الغيظة، مبروك عليك، شاليه مجانا. باجي أنت؟ أيوة. ولا أدي لأبوك وأمك؟ أبوي مش موجود. ها؟ أبوي. طيب. تفضل، مبروك عليك الجائزة. الجائزة الجاية الآن ب30,000 ريال. افعل لها نفلة، افعل فلك. أيوة أيوة، عصد 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 عصد. أيوة يلا ماما اسحبي. الجائزة 30,000 ريال، اسم الفائز أحمد مبخوت المنهالي. أحمد مبخوت المنهالي موجود؟ المنهالي مش موجود. نسحب. اسحب. هذا الاسم استعين بالاخ محمد. محمد او محمد، انا استعين بك في الاسم هذا. تكبني ولا ايش؟ انا ما اقول. قدريه خضر عطروش، ما ادري ربما غلطنا بالاسم. قدريه اذا هي قدريه ولا قدريه خضر عطروش، موجودة؟ موجودة الأخت قدرية خضر عطروش، جائزة 30,000 ريال مقدمة من شركة المارينا العقارية والسياحية والترفيهية. قدرية خضر، نعم. اسحب لنا، اسحب يا بابا.
الجائزة الثانية أو الثالثة لشيخة إيهاب المسوري. شيخة إيهاب المسوري. شيخة إيهاب. موجودة؟ فين موجودة ولا لا؟ اسحب لنا الجائزة. ايوه اي شيء. جائزة حلوة، 5 تذاكر دخول للحديقة. حلو، اسحبي يا بابا. آية عبد العزيز. آية عبد العزيز. آية عبد العزيز. الجائزة ايش هذا؟ بجيك. الجائزة الأخيرة ب20,000 ريال. الجائزة الأخيرة ب20,000 ريال، اسحبي يا بابا. هذه آخر جائزة مقدمة من شركة المارينا السياحية والترفيهية والعقارية. مبارك الحريزي. مبارك الحريزي. مبارك موجود؟ موجود موجود موجود. أين مبارك؟ مبارك الحريزي؟ أيوه. نعم. أيوه. مبارك البرك الحريزي من وين؟ من قشن. من قشن، تحية لقشن وأهل قشن. ها ابنك. ها؟ هات لي التذكرة. أيوه. مبارك. نعم. هذه تذكرتك فعلا، هات الجائزة يا 20,000 ريال. مبروك عليك الجائزة من شركة المارينا العقارية والسياحية والترفيهية. إلى هنا وصلنا إلى نهاية السحوبات والجوائز. طبعا معنا جوائز وجوائز كل يوم. طبعا نبشركم جمهورنا الكريم في فقرات مميزة ورائعة في الليالي القادمة. معنا فرقة مسرحية من حضرموت باجي تشارك، يعني نفلها مع بعض في فقرات جميله وجميله ورائعه. تحيه لفرقه حضرموت، فرقه البندر من حضرموت. بيض الله وجهك يا سلام، كل الشكر لك. شكرا لك حبيبي. الشعر، وما ادراكم ما الشعر؟ تحبوا الشعر؟ طبيعي، كلنا نحب الشعر. والشعر هو موجود بمحافظة المهرة وباللغة المهرية بالعربية أنواع كثيرة. ننتقل الآن إلى الأمسية الشعرية وندعو ربانها وفارسها الشاعر القدير تمام سعد كدة. تحية أبو سعد. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد الله جميعكم. ومرحبا وسهلا بمن زادونا هذا المساء. وأحب أن أحيي رجال الأمن على الجهد الذي يبذلونه، فلهم تحية، تحية إجلال وتقدير رجال الأمن. كما أحب أن أحيي الجمهور الليلة، جمهور راقي وجمهور. واعذرونا، اعذرونا على التقصير، ما قدرنا نوفر كراسي للجميع، ولكن العذر منكم. أمسيتنا هذه الليلة مع شاعرين من كبار شعراء محافظة المهرة،
ولي قصيده انا قبل كل امسيه بما ان الليله ليله قشن. الشيخ سعيد عبود قمصيد. ما بنقول الطفل. الشيخ سعيد عبود قمصيد. حبك ذي قلق منك انكهل منصه. لو خيروني صراحه بحل قشن الفريعه. لو خيروني صراحه بحل قشن الفريعه. هنيت وزكى سلامي من قلب صادق اذيعه للشان في خير ليله بين الليالي بديعه. لو خيروني صراحه بحل قشن الفريعه. حيث الكرم والشجاعه حيث النفوس الفريعه حيث النفوس حيث الكرم والشجاعة حيث النفوس الرفيعة حيث الذي قد سحرني بعيون سودة وسيعة حيث الذي قد سحرني بعيون سودة وسيعة هريما زهاء في شبابه مطلوق يرعى ربيعه ما جابها قانص ولا تجيبه خديعة لو خيروني صراحة بحل قشر الفريعة تحياتنا لقشر الفريعة عاصمة المهرة التاريخية وتحية المراد أكيد حيث الزين يوجد وساكن في خير المدن والأماكن قشن العز والساس ماكن جود وشهامة حيث الزين شاعرنا لهذه الليلة من جبال حوف الشامخة من روابي حوف الأصالة حوف الجمال حوف الإبداع شاعر ميدان لا يشق له غبار وشاعر اجتماعي ولكنني أعيب عليه صراحة قلة الغزل عنده ولكنه يبقى شاعر كبير رحبوا معي بالشاعر سالم علي مخبال كده فليتفضل وشاعر وفارس الأمسية الثاني الليلة من مديرية الغيضة وكونر من مديرية الغيضة شاعر كبير من شعراء محافظة المهرة شاعر طرق جميع أبواب الشعر وجميع ألوان الغناء والميدان وشاعر متبحر فرحبوا معي بشاعر الغزل وشاعر العشق وشاعر الاجتماعيات الشاعر الكبير حاج علي دعكون بسم الله نبدأ أمسيتنا وأنا كل يقين بإذن الله أن أمسية الليلة ستحوز على رضائكم بإذن واحد أحد نبدأ بالشاعر سالم علي مخبال ونترك لك مطلق الحرية فيما تختاره يا حياك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا أحيي الجمهور الكريم وأحيي كل الزوار اللي يشاركونا في هذا المهرجان. فاسمحوا لي صراحة قبل بدء قصائد المشاركة بأربع أبيات أو خمس أبيات مقدمة أقول فيها: مهرة نعم والصوت عالي نجهره، في كل محفل نمتلك حق القرار، وأيضا لنا همدان زند ومفخرة اللي لهم هيبة وعزة واعتبار، تاريخنا واحد ولا أحد ينكره، والآن حاضرنا على نفس المسار، تاريخنا واضح ولا أحد ينكره، والآن حاضرنا على نفس المسار، وإحنا وياهم في سفينة مبحرة ما فك لحمتها أعاصير البحار، وجسرنا ممدود ما حد يكسره، لا حزب لا تسييس من خلف الستار، وجسرنا ممدود ما حد يكسره، لا حزب لا تسييس من خلف الستار. هذه هتافات الولاء، قولوا لهم والله فينا مقدرة ناخذ حدود الخارطة من كل جار، قولوا لهم قد فات عصر الجرجرة، زرع الفتن والتفرقة في كل دار، قولوا لهم والله فينا مقدرة ناخذ حدود الخارطة من كل جار، قولوا لهم كفوا صبري آخرة، بالله عليكم كلموهم يا كبار. هذه احتفات الولاء في الحنجرة، سك التلاحم للوطن يبقى شعار. السلام عليكم. صح الله لسانك. ونعم، أما قصيدة المشاركة يقول: أنا والله قد قررت ما طبل لحد، ولو قالوا مع التطبيل عيشة وارتياح، قريت البسملة وبعد البسملة الله وحد، قريت البسملة وبعد البسملة الله وحد، وبوضعها على أثر المواجع والجراح، ولا بنظر مع النازل وحتى من سعد، كذا الدنيا تداعبهم على كف الرياح، كذا الدنيا تداعبهم على كف الرياح، بنيت الساس في قلعة على تسعة عمد، وبسقفها بذاك الساج من عز اللواح، بنيت الساس في قلعة على تسعة عمد، وبسقفها بذاك الساج من عز اللواح، وبسقفها بذاك الساج من عز اللواح، وان شفته ظهر منشا ومن ثم رعد، حسبت له بشارة خير للراعي وللفلاح، ومن ظنه ضعيف الخلق ما شيله سند، غلط في حسبت الايام باب الله متاح، عظيم الشان ما يخلف بوعده ان وعد، ومن ناداه باسمه قال يبشر بالفلاح، عظيم الشان ما يخلف وعده ان وعد، ومن ناداه باسمه قال يبشر بالفلاح، خفيت القصد والمقصود لاني معتمد كم المكنون في صدري ولا اريده مباح، خفيت القصد والمقصود لاني معتمد كم المكنون في صدري ولا اريده مباح، ولا اريده مباح، هنا الماوى تغنينا، لا لا لا، ولا اريده مباح، لان شيبه المقتول ما خلف ولد ليترحم على قبره ويدعي بالصلاح، تغنينا على الموال والحامي برد، وطال الليل في مسراه ما شفنا صباح، تغنينا على الموال والحامي برد، وطال الليل في مسراه ما شفنا صباح، هنا الموطن هنا رسمة بلد، هنا الماوى هنا الموطن هنا رسمة بلد، هنا الماوى هنا الموطن هنا رسمة بلد،
هنا رسمة بلد. الله نسيت العفو. هنا الماوى، هنا الموطن، هنا رسمة بلد على كل القلوب البيض مبداه السماح. هنا أرض البكار الحمر غطاها الزبد، تسوم الروح للفزعات يوم الانفتاح. تعالوا ننبذ الفقرة، ننبذ الفرقة، تعالوا نتحد لنبني سرح في الأمجاد من روس الرماح. تعالوا نحمي الموروث من أب وجد، تعاون قوم يعطي قوم بسمات، لأن العز ما يأتيك شارد من فرد، وعمر الطير ما قطار مكسور الجناح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صح الله لسانك أبو أحمد، صح الله. نعم، الطير ما يطير مكسور الجناح. والآن ننتقل إلى فارس الأمسية الثاني، الشاعر حاج علي دعكون، وغني عن التعريف أبو مختار. وأبو مختار أريد بعد أريدك تلطف الجو بعد حماسيات أبو أحمد. أبشر أبشر أبشر. وأريد بالضبط بنات العرب استاهلوا. أول السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير، الحفل الكريم. وأثني على لجنة التحضير لهذا المهرجان ولأهل مدينة المارينا، بصراحة منظم جدا جدا جدا، وكما قال أبو سعد الجمهور راقي. وبنات العرب يستاهلوا. يقول: وانعم بنات العرب ما حد يعاندكن، انتن كما البحر في هديه وطوفانه، اذا هديتن بلا مقداف ندخلكن، ونجني اللول منكن هو مرجانه، باللين واللطف والرقه نعاملكن، واللي يعاند فيها ويله وخسرانه. باللين واللطف والرقه نعاملكن، واللي يعاند فيها ويله وخسرانه، والله والله ما نقدر نزعلكن، نرخص لكم كل غالي مهما اثمانه، لو قلتنا الروح يفدى الروح راحتكن، الروح والمال يفداكن وميزانه. الله امرنا جميع بحسن عشرتكن ومن رضاك اننا لرضاه واحسانه. الله امرنا جميع بحسن عشرتكن ومن رضاك ننال ارضاه واحسانه، حنا الرجاجيل دايم تحت خدمتكن، حنا الرجاجيل. ايوه ما عليك، ان احنا معاكن، حنا الرجاجيل دايم تحت خدمتكن، وكل سلطان فوقه ست سلطانه. كذاب كذاب من ينكر سيادتكن، يا سيدات القلوب لا تصدقين شانه، من قال غير الحقيقة مننا عنكن، وان مننا قال قوله بس بلسانه. انتن كما الضو، اسمع تصفيق من هنا وضحك من هنا، معليش هذا. انتن كما الضو، هل حد له غنى عنكن؟ يا نعمة الله يا نوره ورضوانه، لولا محبتكن ولولا معزتكن، ما فارق الرجل احبابه واوطانه. هذا التعب والشقاء من أجل نسعدكن، يهون. هذا التعب والشقاء من أجل نسعدكن، يهون. هذا التعب والشقاء من أجل نسعدكن، يهون. الله أكبر. هذا يهون كل شيء. وعد قد الله كلمة ما أدريتها وين. يا مساعد مساعد خبطنا اللي بعدها. يهون هذا التعب والشقاء من اجل نسعدكن، يهون كل التعب وتكون فرحانه. ما يحلو العيش ومذاقه بغيبتكن، والدار من غيركن ما ينفع اسكانه، الدار معتم ووحش بدون ضحكتكن، مهما تزين باجمل ورد والوانه، والدار لو من سعف بعين عاشقكن بوجودكن فيه، كانه قصر في دانه، ترضين بالوصل من يرضي أفيدتكن، والزعلين الذي بالغدر قد خانه، ذا أسعد الناس يصبح من وناستكن، أو ذا أسعد الناس يصبح من وناستكن، وذاك من هجركن في حال تعبانة. يا بختكن يا سعادتكن بخلقتكن، عطاكن العز هذا الله سبحانه. يلا مهري.
أمور بابا مهري أو لا يقول هاجس بفواد يزومر وتفطون ذي حبيبة هاجس بفواد يزومر وتفطون ذي حبيبة هات اللي قليها رسي من جوفي والصحابه تو نذكر بالي ونسوبح ونطلبه هي كرام من غرهوت ويالوم بكذا جيبه وذخوف كتب جوفي حمى غيره لا الغربه غير ذا اللي كاجل محوي انت الودوجي والسلبه وذخوف كتب جوفي حمى غيره لا الغربه غير ذا اللي كاجل محوي انت الودوجي والسلبه سهل للشيني سهل بالحاونة الخببه رايت فرحوف مطيت وبنيد وميركبه او افور يصد فويا وبشوك النخزبه او نقول نحس صاقر كم من زطية قربه وسلامتكم صح الله لسانك ابو مختار شاعر العشق ابو حمد يلي لا رمحك معقوله ما عندك غزليات معقوله ما تكلمت عن العشق ما هذه شاعر ما يتكلم عن العشق مستحيل محكك وجه لا اله الا الله محمد رسول الله لابد بسم الله الرحمن الرحيم ايش رايك ايش رايك بالمحبه ايش رايك بالحنان ايش رايك بالعواطف والرضا في كل آن ايش رايك اني اكره حد شفته من زمان ايش رايك اني اكره بعض اصناف اللسان ايش رايك اني اهوى كل زايف ما يدان ما يترجم بالصراحة والحقايق والبيان ايش رايك اني اكره سر تلميذ الحسان ايش رايك اني اكره كل شمس ما تبان ايش رايك اني اكره دار ما يحوي الامان والجبال الشاهقه ان كان ما فيها كنان ايش رايك صرت عاشق ايش رايك صرت اكره دار ما يحوي الامان والجبال الشاهقه ان كان ما فيها كنان ايش رايك صرت خايف من تقاليب الزمان لو حكم باسلوب قاسي للشجاع ثم الجبان ايش رايك صرت عاشق وهو الناس الزيان اللي جافوني ولقوني دروس الاتزان ايش رايك صرت عاشق كاد يلزمني الجنان جثتي والقلب ملكه لعبته بين البنان رغم هذا ايش رايك قلت ما اعشق فلان لجراس المال يبقى والسياده والكيان قدنا الله في جو الغزل يعني يقول دهر المطامع بدنيا طارحا فخره وايام تمضي وسير الفلك يطويها والفوت فيها تجي حلوه وشي مره والغيث والصحو ما دامت لياليها والوقت يخطو ويتقلب على عمره غير الرواسي فلا عنده فتاويها إن جار أو عار أو زيف لها غدرة ماشي سبق حكم من أرسى أنبانيها والوقت غدار مكارا وذا مكره حتى الشوامخ أراد الدهر يفنيها يفرج عن البعض وأما البعض في أسرة سبل العدالة تجاهلها ويخفيها ومسيت من هم دهرا بيكم الجمرة تلصى وقيده بجوف الكبد لاصيها وشكيت منه ومنه يوتلي أمره اللي يطرح بي وقود النار يطفيها وإذا شكينا وضاق النفس من قهره دنيا المتاعب يحملنا بلاويها فيها دواعي أمور كلها عسرة وغريق ماها ومشكوك النجا فيها صعبة تراها وأهوال كذا خطرة تطلع بها شوط وشوطا وانت دانيها لما كشفنا وشفنا السر من جهره عصمت قلبي بحبل الله باريها قول يا حليله وهاتي صيغه الفكره صبي القوافي بمعشوقه تحبيها رحلي مع نود نسناسي على اثره تزهي وتنبت مراعي في روابيها نفس العليله ونفس اللي انقضى صبره كن الملامح تموتها وتحييها وخزامي الود ينفح لي شذا عطره وجروح قلبي من الاهاتي يشفيها حبيتها حب مخزونا ومن فتره واليوم ما جاز لي في الشرع انسيها حبيتها حب حبيتها حب منسوخا ومن فطره واليوم ما جاز لي في الشرع انسيها اتجاهل العهد
والمعهودة ونكره من مهجة الليش، وهو اللي نشا فيها أهواه دايم، وأن بطالة السفرة أبحر بدفان صوت الموج يقويها في صوت هوتار كل نغمة لها شفرة توفي العبارة وبالتشفير تعطيها حتى خيالي يوصلني إلى برة وبدون غيبة تشوقني مرازيها وبدون غيبة تشوقني مراسيها والأنس فيها يجالسني على السمرة ويطيب ليلي ولا هم من أشاكيها وقصور سيست في الأحشاء لها بشرة ولها مقادير ما تامر نلبيها معشوقة القلب تستوطن بلا أجرة ومجاري الدم قد صارت مجاريها معشوقة القلب تستوطن بلا أجرة ومجاري الدم قد صارت مجاريها تسري وتروي ضم الشريان في الدورة وتهدي النفس نسمات تزكيها وبحبها صرت لا حول ولا قدرة مدمن بحبه وأدماني يناديها بصوات عذبة وتاخذ صوتي العبرة وترجم الشوق بحزاني وأبكيها حبيتها حب منسوخا من الفطرة باسم البراءة وما تحمل معانيها معشوقة القلب لا في اليوم أو بكرة مهما غروني أنا مقبل معاسيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صح الله لسانك ويحفظ الله معشوقة القلب ويحفظ قلبك. وننتقل الآن إلى أبو مختار يختم لنا بقصيدتين من اختياره. ما هي قصيدة بعنوان الحظ الحائر وأهديها للحظ الحائر نفسه. يقول يا سعد حظه من تكون من حظه ومن تحبه ومن تصير محبوبه يغلى من كنوز الذهب والفضه واحلى من كل حالي ومن مشروبه يا زين رصه بعضه على بعضه يا سندس يا استبرق يا عجوبه يا ايه انبتها البديع في ارضه اذا شاف كل عاصي على التوبه ودعاه 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 ان يجعلك ملكه وارضه او واحده مثلك كذا حبوبه ما هو شعوره من تكون في قبضه طوبه لمن يملك طوبه يا بايع عبد الله وباي ودي فرضه وما له من الدنيا ولو من كوبه لا معترض فيها على معترضه تزين للغير أو تزين ماهوبة ما تخصى ما محتاج منها قرضة ولا حول منها غالية أو مغلوبة قد حط له ربي ملايك حفظة تحرسه من كل شاغبة وشغوبة الدنيا يا أحبابنا مفترضة لمن شاله ينعم أتت مطيوبة ومن شاله فيها العذاب والحرضة جاته مقرفة قالبه مقلوبة لو تفحصوا نبضي وايضا نبضه بتحصلوا نبضاتنا مضروبه تمنيتها بالخبه وبالركضه ولو كان جمره تستعر مشبوبه ما بأحس بحريقها لو غمضه وكانها العذبه والعذوبه يا كنز من يملك حيس ونقضه قلناه غناه عن كل حاجة ومطلوبة يا حظ حاير وانت أيضا برضى ما بان محظوظك فوين دروبة على أين على غفوته ويقضى خطوة وبقضة لي معك محسوبة أحبك وحبك صحة ولا مرضى هاته فهل ألبستني منثوبة يا سالبة عقلي بذيك الغضة وجفونها ورموشها المنهوبة يا حلم ومن حولها حلوم مكتظة في سلم حبي أو بوقت حروبة طعنة رماحك طبها بالعضة وبقضقضة أضلاعها المحذوبة من رضها الرضة وخضة الخضة وعبور كل وادي من حاذوبة أفلاج صبري وسقيها من فضة قبل الجنوح والليل يجلس قوبة حتى الزمن بالحظ حتى حظه على المضي بنفس الطبع واسلوبه على المضي بنفس الطبع واسلوبه.
سعيد، سعيد عبود، سعيد عبود قم صايت هاد قسكمته الطهير. سعيد عبود قم صايت، سعيد عبود قم صايت، مطلوب عند المنصة. تاتبو مختار سمعنا. يقول يا راجع الديرة والدار نورت، الدار والديرة وأهلك والأقراب، عودتك فرحة لو دريت وتصورت أغلى من كنوز الذهب عند الأحباب. غيابك إذا غبت ولا تأخرت ورجعت بهدايا والبوس وثياب، ما هي أحب لهم لو عدت وبادرت من شوفتك يا أغلى من كل الأكساب. تدري ولكن لجلهم غبت وهجرت، هانت عليك غربتك والتغراب، والليالي الظلمة اللي بأسهرت وتمر كل ليلة وانت تقلاب، غيرك هني النوم وانت تعذرت للعين وجوارحك بقبول الأسباب. ضيعت من عمرك أيام وغفرت لنفسك خطاياك وكفارتك أعذاب، للقلب اللي أجبرته ونفسك أجبرت، وجبر الحبايب ما عملت له أي حساب، إن كنت تتحمل غياب ولا تأثرت أحبابك ببعدك يعانون الأتعاب، ومهما المعاناة ومهما بالبعد كثرت، لحظة وصولك تقفل وتفتح أبواب ويزول كل الهم، مجرد ما باشرت بتحية أحبابك وأهلك والأقراب، كأنك ولدت اليوم وللدنيا ظهرت وخلقت بنفس العمر من ماء وتراب. يا مرحبا يا هلا فيك، نورت الدار والديرة وأهلك والأقراب، عودتك فرحة لو دريت وتصورت وأغلى من كنوز الذهب عند الأحباب. وسلامتكم. صح الله لسانك، صح الله لسانك أبو مختار. ونشكر شعراءنا الكبار سالم علي مخبال وحاج علي دعكون على هذه الفقرة الجميلة والرائعة، ولهم جزيل التحية. نسمع لهم تحية. آخر النوم والسلام عليكم. مرحبا وسهلا، شرفتوا، شرفتوا ولا كلفتوا، وشرف، شرف للمهرجان الثقافي استضافتكم. فاروق أحمد، في طفل ضايع اسمه فاروق، فاروق أحمد لابس لبس أصفر أهله يدورونه. المهم لابس لبس أصفر. فاروق أحمد طفل من شافه لابس لبس أصفر. تحية، تحية حارة للشعراء الأكارم. ننتقل الآن إلى فقرة المنشدين. معنا اثنين منشدين من أبناء محافظة المهرة مبدعين جدا. المنشد الأول سعد معيد المهري، فليتفضل. وتحية حارة للمنشد سعد. سيكون معه الشاعر القدير والمشرف على المهرجان الثقافي الأول، الشاعر القدير تمام سعد كده. تحية، تحية لأبو سعد. حي الله مبدعنا المنشد سعد معيد. قصيدة خطاب الفصل كتبتها قبل فترة، واختار منها مبدعنا بعض الأبيات وبيسمعكم إياها أنشودة، وطلبوا مني أن ألقيها كاملة على مسامعكم بعنوان خطاب الفصل. تقول: يالله يا ساطر على النون الأقلام، يا واهب الشعار وحي الكتابة، يا عالم باللي خفاء بين الأنسام ومتمم النجم الفلك في حسابه، يا القادر الرزاق ألطف بالأحكام، أدعيك متوسل ومنك الإجابة، يا ربنا غيث اليمن وانقذ الشام، وشفي وطل العراب من شر صابه، الحمد لك يالله على فضل الإسلام اللي هدى الإنسان منهج صوابه، أمة محمد معشري بين الأقوام، واتبع بنهج المصطفى والصحابة، وافخر بيوم الفتح وسقوط الأصنام، من يومها شرع لي المجد بابه، للدين سخر ربنا كل مقدام، تجيشوا للحق عز ومهابه، طاحت بهم تيجان وتهاوت أعلام، وراية التوحيد ترقى السحابة، هذاك عصر الفخر اللي معه قام، الدين والحق اكتمل في نصابه، وأنا أحمد الله كان لي بين الأقسام، قسم أفاخر به قصيد وخطابه، مهري ولي تاريخ ترويها الأيام، ماني بحاجة لصمعي أو كتابه،
مهري ولي حاضر نبذ زيف الأوهام يوم إن غيري تاه يتبع سرابه مهري ولي مستقبل طموح وأحلام أبني وطن بالعلم وفدي ترابه مهري وإذا اسمي تجاهله الأعلام تذكرني الأحداث وبلا غرابه العدل والأنصاف في خيمتي دام يوم الحواضر عانقت حكم غابه صدري وسع من جاه لاجي ومنظام وارضي لقى فيها الهنا والرحابه جزت المراحل قط ما ملت ابهام ثابت على مبدا منحني صوابه ولا زال فيني الصدق مصدر للاحكام ولا زال سيفي ما يكذب جوابه ولا زال لي بحر العرب عشق نهام ولا زال لي بوبار قوس وربابه مهري وبنياني عصا كل هدام ويرد خايب من سعى في خرابه مهري بقول الحق ما خاف الأوام ولا عود من حقي ولا أقبل إنابه أحفظ الغيري قدر وجلال وكرام وأرد للكايل حمولة ركابه عندي لطلاب ونعم سبعة أنعام وعندي العياب الدسم كسر نابه وعندي لقامات الضي شموس وأعلام وعندي لسروات المقازي ذيابه وعندي مديد الشرع بالجود عزام لو يمتلكني الغيظ ما صك بابه مهري وإذا فاخرت ما أنا من أوهام من واقع مشهود كل درابه يا سائل عني لك انطقت الإلهام أبشر ونشهد لي هوية ولابه ما هي ترى من اليوم ولا هي من العام من قبل ما التاريخ يبدأ احتسابه ترجم نقوش عمرها آلاف الأعوام تلقى لاسمي والهوية هجابه واسمع لساني ما اختلف من زمن سام ومثله بقت عادات أصل ونجابه وإن كان ودك أختصر لك بالأرقام أقرأ من أخبار النبي والصحابة بتحصل اسمي في بطولات الإسلام وهويتي تضفي على اسمي مهابة وإن كان ودك أختصر لك بالأرقام عرج القصر الطوعري وشوف مابه تلقى باسمي سلطنة حكمها دام فوق 400 عام وأكثر حسابه واليوم خذ يا سائل الموجز الهام هويتي ما تنطمس بالإذابة هويتي ما هي جوازات واختام هويتي شعب أصيل وترابه وعهود عادات ولغة مصدر الهام موروث من شايب بذمة شبابه هذا خطاب الفصل والوعد قدام واختامها دعوة عساها مجابه يا ربنا غيث اليمن وانقذ الشام وش فيه وطلع العرب من شر صابه سلامتكم ونسمعها الآن بصوت المبدع المنشد سعد معيد بالحاف مهري ولي تاريخ ترويها الأيام ماني بحاجة الأصبعية وكتابة مهري ولي حاضر نبذ زيف الأوهام يوم إن غيري تاهي أتبع سرابة يوم إن غيري تاهي أتبع سرابة مهري ولي تاريخ تروي هالأيام ماني بحاجة لأصمعية وكتابة مهري ولي حاضر نبات زيف الأوهام يوم إن غيري تاهي أتبع سرابة مهري
لك انطقت الالهام ابشر ونشهد لي هويه ولا به اسمع لساني ما اختلف من زمن سوت راث قد حداته اصغر ونجابه وان كان ودك اختصار لك بالارقام اقراه من اخبار النبي والصحابه بتحصل اسمي في بطولات الاسلام وهويتي تحية الفنان. شغلة الثانية ثانية. ما أروعت مي مهري ولي تاريخ ترويها الأيام ماني بحاجة لأصبعية وكتابة مهري ولي حاضر نبات زيف الأوهام يوم إن غيري تاهي أتبع سرابة يوم إن غيري تاهي أتبع سرابة مهري ولي تاريخ ترويها الأيام ماني بحاجة لأصمعية وكتابة مهري ولي حاضر نبات زيف الأوهام يوم النغير عاشو شباب عاشو سرابة مهري ولي وان كان
اسمي في بطولات الاسلام وهويتي تضفي على اسمي ما هذا وان كان ودك اختصر لك بالارقام الرجل قصر الطاعري وشوف ما به تلقى باسمي سلطنة حق ما دام طول 400 عام واكثر حسابه يعطيكم ألف عافية. والبشاير في أغسطس مطلعه ديرة المهرة عربها هي تنادي والمزاين في دراهم شرعه هي عطايا الله وهي فخر العبادي والنواميس طرفهم ربعه يوم راعيهن حداه الوقت حادي ذاد عنهم في زمان المطمعة جدانين على المغزى تعادي كل موروث نحاول نجمعه يا أهل البل جاتكم حسب البرادي حضروا في الغيظ هم المجمعة حضروا من كل زين وكل وادي كل بكرة بكل لون منوعة لي عليها الوصف كايف بيض الله وجيهكم جميعا. نستمر في فقرات المهرجان. شكرا لكم جميعا. شكرا لكم جميعا. طبعا المنشد سعد معيد منشد مبدع وناشئ ويستحق منا كل التشجيع والدعم. الشيخ سعد دعنان دعم المنشد بمبلغ وقدره 200,000 ريال يمني. تحية. يستاهل. ننتقل الآن إلى فنان آخر ومبدع آخر الفنان ثابت الفنان سالم ثابت بالحاف فليتفضل. تحية تحية الفنان. يا فتنا المزيون يا كل الحلا حالي ومن شوفك ما مل النظر مخلوق لكن غير عن كل الملا حور الجنان عايش بين البشر
شافتنا المزيون يا كل الحلا حالي ومن يشوفك ما مل النظر مخلوق لكن غير عن كل الملا حور الجنان عايش بين البشر ان شافتك عيني تردد لك هلا وان غبت عني زاد همي والكدر حبي وانفاسي ويا كل الغلا وسعادتي في الكون وفراح العمر انت الامل وكل المحبه والوفاء وكل احلام السنين اللي تمر ايه من الله جت من رب العلا واجمل بشاره خلت الخاطر يسار فيك انسجامي وانبساطي والسلا يحميك ربي من عيون اللي تضر في صبحي يشارك شموسي والضياء وفي ليلي المظلم نجومي والقمر الحسن حسنك زينك رب السماء والنور نورك منور اهل السمر بجبينك اقمار الليالي والمساء وبكفوفك السحر الحلال المستقر عينك بها ذوق وجمال الفلا وفي وجنتك الزهر وانواع العطر وفي مشيتك كل المهابه والعلا تامر وتنهيك الملك اذا حضر شوفك نسيم الصبح وهطول الندى وعودك تمايل مثل أغصان الشجر حتى كلامك كالعسل فيه الدواء وبسمتك برق السماء قبل المطر في مهجتي حليت في وسط الحشاء وفي نظري يا نون عيني والبصر عساك يا غالي معي دايم عسى وعسى المحبة بيننا كل العمر ما أروع تميزك نادر ومزيون بين المزاين جذاب فتان من شاف زينك قد صار مفتون يا زينة الكون يا ضي الأكوان ما أروع تميزك نادر ومزيون بين المزاين جذاب فتان من شاف زينك قد صار مفتون يا زينة الكون يا ضي الأكوان يلي تميزت بك حسنة وفنون مليك الحلا وغيده واحسان لو قلت
هذه القصيدة من كلمات الشاعر عيسى بن سالمين المهري. دكتور هل عندك دواء للشوق للي تعب ومفارق احبابه؟ دكتور هل عندك دواء للشوق للي تعب ومفارق احبابه؟ احس قلبي متعب مفتوق والكبد ملتعه ومصطفى. دكتور هل الجفن دمعي غرق جهزت حالي للسفر واستعدت والشوق يسري في عروقي ولا بعد بيعظم الطيران بالحال قصيت حيزي على شركة خطوط الإمارات الحظي مجاني. جهزت حالي للسفر واستعدت والشوق يسري في عروقي على شركة خطوط الإمارات الحاطب. كثر التأسف ما يعيد الذي فات. حاجز من الدوحة لصنعاء طرزت بعدك توقف في دبي خمس ساعات من أجل عينك يا عيوني تعني ومن أجل شوفك اختصرت المسافات الحق على ما تمنيت كثر التأسف ما يعيد الذي خسارة. يوم جيناك في البيت ما جات منك حتى كلمة سلامات الحاطي مجاني على طنيت بعد فرش لي الأرض موكيت وترددت الترحيب كلمات كلمات لكن خسارة. يوم جيناك في البيت ما جات منك حتى كلمة سلامات الحاطي مجاني.
حالي للسفر واستعدت والشوق يسري في عروقي ولا بال يا طفام الطيران بالحال قصيت عجزي على شركة خطوط الإمارات الحظ مجال كثرت السف ما يعيد I'm gonna get it.
يوم شفت عيوني سيرة أرى الليل بعيوني نهارا من يوم شفت عيوني سيرة أرى الليل بعيوني بعيوني نهارا باليوم شفت عيوني سيرة أطلب محبوبي وما أريد غيره رعليه حبيته ألف مرة شوف العين حرة حبيته ألف مرة شوف العين حرة فبعده لي مضرة ومطلبي هو أحلامي الكبيرة أرى الليل من يوم شفت عيوني سهيرة أرى الليل بعيوني نهارا من يوم شفت عيوني سهيرة أريد من يديك فنجان يديك فنجان يشفي العليا رد بالي رد بالي يا صبي يا سقيل المويا عشرة بحالي للذي قد جرالي بحكي ما بحالي للذي قد جرالي بعدكم مشغولي بالي مشغولي بالي يا بنت تخيل رد بالي يا رد بالي يا صبي يا سيدي بحكي ما بحالي للذي قد جرالي بحكي ما بحالي للذي قد جرالي بعدكم مشغول بالي مشغول بالي يا بنت خيال رد بالي رد بالي يا صبي يا سقيل المخيال ظند القلب يسلى يا الخلا دونكم ما أظند القلب يسلى أينما تختاروا ما وا تختاروا ما وا وراكم ترحال رد بالي
الغلا دونكم ما اظن ذي القلب يسلم، يا الغلا دونكم ما اظن ذي القلب يسلم. اينما تختاروا ما تختاروا ما وراكم تروح على رد بالي، رد بالي يا صبيه سقين المهيل. قبل ان نذهب الى الغنيه الختاميه في هذه الامسيه، اود فقط ان انوه انه غدا سيكون معنا ليله عمانيه خالصه، فنانين وشعراء من سلطنة عمان سيكونوا ضيوف كرام علينا بإذن الله. وأترككم الآن مع الأغنية الختامية، وأستسمحكم وأستعذر منكم إن كان أو حصل منا أي خطأ سواء تنظيمي أو في الأداء وما إلى ذلك، وأشكركم جميعا على حضوركم، وبإذن الله للقصة بقية. صباح المقدم مسكون يا وحلة الوحلة على هامة ومنكوز. وطلعت الجبل ودبستي جبح العسل كله، بعادي قال الدبسي ما بعد قرب حلة. صباح المقدم مسكون يا وحلة الوحلة على هامة ومنكوز. بغيتو
مشكورين تصبحوا على خير.